اليوم حنعمل سحلب نباتي ولا الكيتو دايت، كتير هو روعة. يلا على الوصلة. جوز الهند الكمية غير محدودة حسب قوة الخلاط وحسب انتو قديش بدكم تعملوا كمية. نضيف ماء ساخن، ايضا ماء الساخن المهم انه الخلاط يقدر يقاوم، اقل كمية ممكن احنا نضيفه، المهم الخلاط يقدر يقاوم. نخلط المكونات جيد، تقريبا اخذ 3 دقائق مع طحن. بنصفيها على قطعة قماش تكون نظيفة معقمة. وهيك احنا بنعمل كل الكمية نفس الشيء، وبنسخنها على حرارة متوسطة حتى تسخن. نضيف بديل السكر ستيفيا، نوع التحلية والكمية حسب نظامكم الغذائي. إذا كان موجود ميستيكا وضعوا ميستيكا، هي اختيارة ولكن تعمل طعم كتير روعة. نطحن الميستيكا مع قليل من بديل السكر أو أي نوع تحلية حسب نظامكم الغذائي بتحنها، هي اختيار، إذا غير متوفرة مش لازمة ولكن بتعمل نكهة كتير طيبة. هيك بنجعل الحليب يسخن براحته، نحرك الميستيكا نتركه يسخن. نعمل مكسرات، مكسرات فول سوداني أو أي نوع مكسرات حسب ذوقكم. نفرم المكسرات وبنحمصهم على حرارة تكون منخفضة عشان ما ينحرق، بالأخص الجوز الهند ما بتحمل حرارة. بنضيف جوز الهند حسب ذوقكم الكمية، نضيفوها جوز الهند. بنحرك جيد منشان جوز الهند ما بتحمل حرارة على طول ممكن ينحرق يتغير لونه. هيك أصبح الحليب ساخن وجاهز السحلب. بنسكب بالكوب ونضيف المكسرات. ونضيف القرفة، القرفة هي أساسية. وأنا اليوم جاي عبالي أضيف عليها عسل، إذا نظامكم الغذائي بيسمح لكم ضيفوا عسل ضيفوا عسل. بصراحة طعم كتير روعة كتير مميز، أتمنى أن أنتم تجربوها بشتاء دافئ. في أمان الله.